يتصرف المشاهير بشكل مختلف عن بقية الناس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يختارهم ليعملوا معهم، من أفراد أمن إلى مساعدين وحتى الحراس الشخصيين. اليوم سأخبرك كيف يختبر المليونيرات والمشاهير حراسهم الشخصيين للعمل. معظمنا لديه جدول زمني محدد وعدد معين من ساعات العمل اليومي، وعلى الرغم من أن معظمنا يحلم بأن يكون مشهوراً أو نجماً، إلا أننا نادراً ما نفكر في حقيقة أن هؤلاء المشاهير ليس لديهم جدول زمني أو ساعات عمل، فهم يعملون 24 ساعة، وخلال كل هذا الوقت تسلط عليهم الأضواء على كل تصرفاتهم، ولكي يتمكنوا من التعامل مع هذا الضغط، فهم يستأجرون أشخاصاً ليكونوا مساعدين شخصيين لهم، والذين تتحول حياتهم بالتبعية إلى عمل مستمر بلا توقف في أي ساعة من اليوم. فمتوسط ساعات العمل اليومي لمساعدي المشاهير حوالي 16 ساعة، فمن العادي أن يقوم النجم بدعوة مساعده الشخصي في منتصف الليل لطلب شيء خاص، وبالطبع لا يستطيع مساعده الرفض. جينيفر أونيل، المساعدة الشخصية السابقة لليدي غاغا، كشفت للصحافة بأن النجمة لم تكن تنام وحدها في الفراش أبداً، وإنما كانت جينيفر تشاركها إياه، وكانت غاغا توقظها في منتصف الليل فقط لتغير الفيلم أو الفيديو الذي تشاهده، كما اضطرت في بعض الأحيان أن تمسح المرحاض مكان النجمة المشهورة. إذا كنت تعتقد بأن امتلاك أولئك المساعدين للمال الوفير بسبب عملهم يمكنهم من تناول الطعام في المطاعم الفخمة وبشكل صحي، فأنت مخطئ للغاية، لأنه كما ذكرنا هم يعملون باستمرار ولفترات طويلة، لذا عليهم أن ينسوا اتباع نظام تغذية جيد، لأنه ليس لديهم حتى الوقت الكافي لتناول الطعام الجيد. بالحديث عن الطلبات الغريبة التي يطلبها النجوم من مساعديهم، فذات مرة طلب الممثل البريطاني كريستيان بيل من مساعده الشخصي أن يقوم بشم إبط النجمة لمعرفة إن كان له رائحة أخرى غير رائحة مزيل العرق. أشك في أن ذلك المساعد سيكون لديه شهية للأكل بعد هذا العمل. يحكي برايان دانيال، صاحب وكالة توظيف كبرى، موقفا حدث معه عندما كان يعمل كمساعد لأحد المليارديرات الذي لم يكشف عن اسمه، حيث يقول: انتقلت أنا ومديري إلى لاس فيغاس فقط لتناول وجبة همبرجر محببة إليه، ولكن لسوء الحظ عندما وصلنا إلى هناك كان المطعم مغلقا لانتهاء وقت العمل، فاضطررت إلى طرق الباب والتفاوض من أجل فتح المطعم خصيصا من أجل وكيلي، ونجحت في إقناع إدارة المطعم ولكن بتكلفة $5,000 لتلك الوجبة. مغني الراب الشهير كانيا ويست يطلب أن يكون هناك دائما وحدة صوت من النوع X103 في غرفة الفندق الذي ينزل فيه، مع العلم باختفاء تلك النوعية من الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات. ومثال آخر غريب عندما طلب المطرب البريطاني روبي ويليامز وجود قرد في غرفة الفندق التي سينزل فيها. كما شاهدنا كم من الصعب على مساعدي المشاهير تلبية رغباتهم واحتياجاتهم الغريبة بعض الشيء، إلا أن عمل الحراس الشخصيين لا يقل صعوبة عن أولئك المساعدين، فقبل أن يتم قبول أي شخص كحارس شخصي لنجم ما، عادة ما يخوضون التدريبات الشاقة والقاسية والاختبارات التي تثبت أحقيتهم بالوظيفة. فعلى سبيل المثال، الحراس الشخصيون لمادونا يجب أن يرافقوها أثناء جولة جري يومية تمتد ل10 كيلومتر. وفي قصة أخرى، قام موشي الحارس الشخصي السابق للنجم جاستن بيبر برفع دعوى قضائية عليه في عام 2013، متهماً النجم بقيامه بلكمه في صدره عدة مرات، بجانب إهانته أيضاً في العديد من المرات، وفي الأخير قام بطرده دون أن يدفع له باقي مستحقاته المالية.